السلام عليكم شباب، نتمنى تكونوا على خير وبألف خير. الوغ جيت باش نهضر لكم على واحد الموضوع اللي ديما كنت باغي نهضر فيه ومهم بزاف، اللي هو النيتورك ديالك أو العلاقات ديالك والمحيط ديالك. يعني إلا جيت نشوف يعني الحاجات اللي عاونوني بزاف النجاح ديالي، ولا أي حاجة زوينة درتها، منقولوش النجاح، نقولو أي حاجة زوينة درتها، راه هو الانتوراج ديالي. ومن الاول ملي بديت يعني حاولت، عرفت ان عندي مشكل ديال المايند سيت، عرفت ان عندي مشكل ديال المحيط ديالي، وعيت بهذه القضيه هذه، حاولت انني نبدا نشونج. بديت كنبدل شويه من هنا شويه من هنا، غير هذه، جلس مع الناس مزيانين، حاولت ايفيت الناس اللي ما مزيانينش، كذا، شنو هو الناس المزيانين، شنو هما الناس اللي ما مزيانينش. يعني هادو تساؤلات اللي بنادم دابا خصو يرد لهم البال. دابا نتايا في حياتك اليوميه خصك تكون عندك واحد السيلف اويرنس على اي حاجه دايره بك. هاد خونا هذا عشيري، صاحبي، ما عرفت شنو، ولكن شنو كيجيني من عنده؟ هذا شنو كيجيني من عنده؟ عائلتي شنو كيجيني من عندهم؟ وقتي مع من كندوزو؟ يعني هادشي كامل خصك تكون كتعرف، مع من كدوز وقتك، تعرف شنو كتاخذ من الناس اللي دايرين بيك. مثلا هذا كيجي كيهضر ليا على الخدمه ديالو، كيهضر ليا كيفاش ديفلوب حياته، كيهضر ليا على هذا، كيجي كيهضر ليا على يعني هاد الحوايج هادو كيأثروا بزاف. انا فوق الصراحه وعيت بهاد القضيه ملي بديت كنخدم، وكانوا زعما كنت كنتفرج بزاف غوروز امريكان، يوتيوب، مسائل، يعني كتبقى تسمع 1 مليون دولار، 100,000 دولار، يعني كتسمع 6 7 8 فيجرز، داكشي كضحك. ولكن اون فوا يعني فاش كنكون كنسمع دوك لي شي، فصافي دماغي كيبدا يتادابط عليهم، ستاندرز ديالي كيبداو يتلغوا. ولكن اون فوا كنخرج على داكشي وكنجي للمحيط ديالي، كنلقى راسي جالس بحال هكا كنسمع شي واحد كيشكي عليا ساعه ساعتين على مشكل كامل. هذا المشكل كامل هاد الساعه وساعتين وانا كنسمع على هاد الشكوى، الحل ديالها كانت هي 200 درهم. هاد لوكا هذا مايمكنش تافونسي في حياتك. باش نكون معاك واقعي، الا كانوا عندك بحال هاد الناس، الا كان هذا هو الانتوراج ديالك، الا كان هاد الشيء هو اللي كتاخد وكتلقى كل نهار، راه ما عندك فين غتافونسي، ما عندك فين غتزيد. وهاد الشيء حتى انا حتى وعيت به، كنبقى جالس، لان هاد الشيء حتى هو يقدر يكون انا براسي نشكي على واحد الحاجه اللي هي صغيره بحال هكاك. ولكن من بعد يعني ملي كتبقى تسمع وتشوف وحاط جولز كبار وباغي توصل مثلا دي شيفر كبار، صافي نتايا ستاندرز ديالك كيطلعوا. ما يمكنش انت غادي تنوض مثلا تضيع نهار كامل على 100 درهم على مشكل اللي حل ديالو 100 درهم، ما تخلص ديك 100 درهم وتزيد، لان عارف الوقت ديالك شحال ساوي، عارف شحال من حاجه. ومن طوم يمكنش تجلس وتبقى تسمع لواحد يبقى يشكي ولا يبقى يقول لك واحد المشكل كامل ديال ساعتين ثلاثه السوايع، هو كيعاود لك على واحد الحاجه اللي الحل ديالها 200 درهم ولا 500 درهم ولا 1000 درهم ولا 2000 درهم، ما يمكنش. يعني هنايا كتوعى بهاد النقط هادو. ابار هادشي كاين الدراري عاوتاني كيشكيو عليك، ولا صحاب ولا عائلتك اللي كيشكيو عليك، ما صالحينكش خصك تحيدهم. كاين الناس اللي كتاخذ منهم غير طاقه سلبيه، ما صالحينكش خصك تحيدهم. كاين الناس اللي شوف ما عندهمش فلوس، ماشي بالضروره عندهم فلوس واغنياء وكذا، ولكن كتلقاه عنده فلوس في عقله. يعني مثلا فاش كيجلس يهضر معاك كتقول ليه مثلا انا الجول ديالي مثلا 1 مليون دولار، يقولك عادي ماشي شي حاجه، ماشي زعما يقولك عادي ماشي شي حاجه، مي غادي يقولك وي تقدر ديرها، صافا سير كمل، راه قريب، راه الا درتي غير هادي وهادي، الا زدتي من هنا، واخا هو كاع ما كيدير لا اي كوميرس، ما خدام في الويب، كيتخلص غير 5000 درهم ولا 3000 درهم في الشهر، ولكن في دماغه راه كبير وواعي وعارف ان الناس راه وصلات، وان واحد لاش صغير ممكن يدير، وعارف يعني هادشي هذا راه ديجا عنده مايند سيت ديال واحد اللي هو، وكاين اللي عنده الفلوس وعنده مايند سيت صغيره. هادشي انت خصك توعى به، خصك تعرف انت شنو هو الطريق ديالك، الجول ديالك، وشنو فين باغي توصل، وتشوف الناس اللي دايرين بك. دابا انا هنا هضرت غير على واحد لوكوتيك اللي هو مثلا ستاندرز ديال كل واحد، وهاد القضيه ديال ستاندرز راه مهمه بزاف. سو حاول انك تنقي الانتوراج ديالك، حاول انك تنقي الناس اللي دايرين بك، حاول انك تعرف راسك مع من كتجلس وشنو كتاخذ، حيت داكشي هو اللي كيدور وكيرجع لك في التالي. اون فوا غادي توعى بهادشي، ما نقدروش صراحه نذكرو بزاف ديال الحوايج، يعني راه كلشي ماشي غير هادشي، راه كاين نقدر نقول لك مثلا واحد راه لي ستاندار ديالو طالعين يهضر معاك في المليون دولار، ولكن غادي تجي تهضر معاه اصلا تلقى كيهضر غير في الخوا الخاوي، ولا كيهضر معاك غير في البنات، ولا غيهضر معاك غير في الكره، او لا
الستاندرز ديالو كبار ولكن كيجي غير يشكي عليك يقدر يشكي عليك على مني على مشكل ديال مني ضال ولا شي اللي كيعرف كيعرف غير الشكا والبكا بزاف ديال الحوايج يعني انت حاول انك تنقي الانتوراج ديالك دون بار دوطر بار الا كنت يلاه بادي دابا انا مثلا غادي نشوف راسي فاش بديت والحمد لله نجحت شويه وافونسيت تقريبا كاع الدراري اللي تنعرفو صحابي حاولت اني ندخلهم للدومين اللي شفتيهم بوتونسييل هادي انا شفتها في كاع الدراري ديال الويب ان فوا كينجح كيشوف عشرانو كيشوف جمامو كيحاول خاصه اللي كيشوف عندهم بوتونسييل وباغيين يبكوا حياتهم وباغيين يزيدوا القدام كيجي يوريك راه كاين واحد الدومين كذا غدير هادي غدير هادي وفهمتي كيف ديك الساعه الا كان عندك واحد اللي هو ديجا نجح هذا ديجا نجح وكيوري واحد اللي يلاه بادي غيسهل عليه الطريق بزاف بحال انا مثلا عارف راسي نهار يلاه بديت حتى جيت مثلا 11 شهر باش يلاه لقيت الوينر الاول ديالي ويلاه بديت كنافونسي وتيستيت 127 برودكت باش يلاه لقيت الوينر الاول ديالي ولكن الدراري صحابي ما دوزوش هادشي كامل 3 شهور 4 شهور صافي كيافونسي علاش لان دوك الاغلاط اللي دز منهم كاملين كتختصرهم على بنادم كتجي كتقول له شوف هادي وهادي دير لها كذا هادي دير لها كذا هادي بلا ما تضيع فيها الوقت يعني ديك هادي دير لها كذا انت راك دوزتي فيها واحد جوج سيمانات ثلاثه سيمانات وانت كتقلب عليها وانت المورال طاح لك وانت وحلاتك وهادي عاد باش دزتيها هو راه دازها في هضره 5 دقائق دازها يقدر كاع ما يطيحش فيها غتقولها ليه قبل ما يوصل ليها سو كتختصر عليك الطريق بزاف غير هو واحد القضيه كذلك اللي كنلاحظها هي ملي بنادم كيسمع هاد الهضره كيقول اوكي دونك انا غنمشي غادي نتصاحب مع شي واحد اللي هو مجهد وغادي يزيد بيا القدام وعاوتاني اولا واحد اخرى عاوتاني شنو كيقول كيقول وانا دابا ضعيف لا النيفو طايح ولا يلاه بادي علاش هذا اللي مجهد غادي يبغي يتصاحب معايا ويتعاشر معايا هادو هما جوج حوايج اللي كيجيو في الراس يعني بالنسبه للقضيه الاولى ديال انك باغي تعاشر ولا تصاحب مع شي واحد اللي هو ديجا افونسي وي مزيان انك تمشي تقلب تشوف تحاول تعاشر من هنا هضر مع هذا هضر مع هذا ولكن ما تكونش عاوتاني ما نقولكش ما تكونش استغلالي ولكن ما تفكرش غير في راسك وتكون اناني اول حاجه هذه هي النصيحه زعما اللي غادي نعطيك واللي يعني وقفت عليها بزاف شوف في واحد العلاقه ديالك مع واحد الشخص بنادم كما كان حاول انك تعطي وما تفكرش انك تاخذ غير اعطي ما تفكرش انك تاخذ هذه قاعده عطي عاون حاول انك تكون انت الاول اللي كيعطي وديك تاخذ ما تسناهاش جات هي هذيك ما جاتش الله يعاونها هذه صراحه نصيحه اللي غادي نعطيك وغادي ترجع لك بزاف بزاف ديال النفع بزاف ديال الناس غتعطيهم غير الضرب والو هذه سي سور مي انت حاول انك تعطي مثلا شنو كيوقع كتلقى مثلا واحد مثلا لاقي واحد لاقي شي سوليسيون كان خدام كيتقاتل يلاه بادي بانت له شي حل ديال شي حاجه مزيان شنو كيدير كيبقى يتستر عليها وشنو كيدير كيمشي كيسول الناس وكيقلب ويسول هذا ويسول هذاك باش ياخذ من عندهم دي ميثود ولا ياخذ من عندهم شي حاجه ماشي هكا كتمشي الامور سير هضر مع الناس لقيتي واحد حاصل في ديك اللعيبه بارطاجيها معاه قول ليه وريه هو ثاني او ميم طون هو اون فوا غتزيد تهضر معاه غادي يوريك غادي يقول لك كيفاش كيفاش علاش لان بنادم طبيعته غادي يبغي يرد لك داك الخير اللي درتي فيه وداك الخير انفو كدير واحد الخير في بنادم راه كتبقى عنده واحد الداخل ديالو واحد امبريشن مزيانه عليك يعني هذاك خونا صافي راه كتحل مع داك الباب كتفتح مع واحد الباب ديال صافي ديال الشيري انت راك دخلتي عندي في واحد السيركل كيما شيريتي معايا هذه انا نبغي نشيري معاك وهادي خدها من عندي قاعده هادي ديما رجعت ليا بالنفع ديما كنبارطاجي غير بارطاجي ما تخافش معلومه راه ما غاديش تهرب معلومه راه ماشي الا بارطاجيتيها غادي تموت ما كايناش هاد القضيه هادي غير بارطاجيو غادي يرجعوا لك بزاف ديال الناس دي زانفورماسيون وهادي وقعت لي انا بزاف لدرجه شي ناس كنت كنبارطاجي معاهم اني نهار كتسول على شي حاجه كي صافي نخليه الله يعاون فهمتي لي ولكن راك ما غاديش تزيد تعطيه بيان سور من بعد والله يعاونو فهمتي لان هذاك ماشي في ماشي ولد الخير ولكن ضروري غطيح في ولاد الخير غير هو ما تفكرش انت غير بقى تجي تاخذ ما تفكرش غير تاخذ من عداد وتاخذ من عداد وتاخذ من عداد لا عطي عاد خذ هذه بالنسبه للقضيه الاولى ولا بغيتي فريمون دير دي بون كونتاكت هذه اهم حاجه فكر انك تعطي وبيان سور باش تعطي خص بعدا يكون عندك شي حاجه اللي غتعطي دونك ضروري غادي خصك تقاتل شويه ضروري تعلم شويه ضروري تقلب شويه ضروري تشوف شويه هضر هنا هضر لهيه تعلم خديتي معلومه من عندها تقدر مثلا تهضر مع واحد اخر تفيدو بها هو يفيدك عاوتاني معلومه تفيد هذا الاخر
وهي غادي هكا غادي الحياه هكا غادي الويب، خاصه اننا عارفين ان في الويب المعلومه هي اهم حاجه، راه معلومه ساويه بزاف وبزاف، هذه شي حاجه اللي كلشي عارفه وكلشي مامن بها. هذا من جهه. الجهه الخاديه الثانيه هي اوكي دابا انا مثلا يلاه بدي علاش واحد اخر مثلا افونسي ولا شي حاجه علاش يبغي يتعاشر معايا، راه ماشي بالضروره ديما قضيه كتمشي يعني كدا هذا ما في الدوج ولا هذا مازال ما وصلش مثلا واحد ولا شي ما نتعاشرش معاه ما وصل. بالعكس شتي انا داكشي اللي استفدت من الناس اللي هما يلاه بادين ولا صغار اكثر من الناس اكثر من داكشي اللي استفدت من الناس اللي هما ديجا واصلين. هذه انا وقعت لي هذه في حياتي اليومين هذا داكشي، علاش؟ لان كيجي واحد مثلا يلاه بادي كتبارطاجي معاه كتعاونو كتهزو وكيكون باقي فوتي اذا كيتقاد كيقلب كيشوف هنا كيشوف ليه كيكون اصلا دماغه باقي مفتوح باقي ما دارلوش بزاف ديال ليميت كيلقى شي سوليسيون كيجي كيبارطاجيها معاك كيلقى شي لعيبه جديده كيجي كيبارطاجيها معاك. بعض المرات كتحصل شي حاجه كيجي هو كيعاون كيخدم لك ديك اللعيبه كيتقاتل معاك في هذيك الحاجه. راه داكشي انا الخير اللي جاني يعني من الناس يلاه بادين راه اكثر من الخير اللي جاني من الناس اللي هما ديجا واصلين. هذه قاعده يعني انت الا كنتي يلاه بادي ما تقولش لا علاش هذا غادي يبغي يتعاشر معايا ولا علاش، لا بالعكس غادي يبغي يتعاشر معاك وعادي جدا ويستحسن يعني ماشي نقول لك الا كنتي يلاه بادي كنتي حاصل مزيان يستحسن انك تشوف الناس اللي ديجا يعني مشاو مزيان نجموها كما كنقولوا فكوها لقاو طريقهم تعاشر معاهم. هاد القضيه غتسهل لك بزاف الطريق وغادي تحل لك عينيك على بزاف ديال الحوايج. لان مثلا انا نعطيك غير اكزامبل صغير، لان مثلا واحد اللي هو يلاه بادي غادي تقول ليه خرج ليه مثلا 100 دولار بروفيت من هاك البيس خرج ليه 100 دولار بروفيت تجي شي حاجه صعيبه الا ما نقول مستحيل. ولكن ما تجي عند واحد خونا اللي هو افونس تعطيه بيس جديد تقول لك خرج ليه 100 دولار بروفيت غير خرجها لك ايزي، واخا يكون عنده نفس النوليدج ولكن هذا راه عنده ستاندرز اكبر من هذا سي نورمال. هذا ديجا دارها ودارها ودار دار دار داك لو شيفر فوا 100 يعني باش كي فاش تقول ليه مثلا 100 دولار خرج عليه بروفيت في ساعه غيمشي. علاش؟ لان تلقى مثلا نعطيكم غير اكزومبل صغير دابا مثلا انا فاش كنكون خدام يوميا اشاك فوا كنشوف مثلا راه محتاج شي واحد يدير لي هاد اللعيبه محتاج شي واحد يدير لي هاد اللعيبه افيكتيفمون كنبقى ندخل الفايبر كنقلب عليهم قلب على هذا وكنبقى نلقى بحال هذا. كاين بعض المرات اللي كنلقى مثلا شي حاجه كنلقى فيها نقص فايبر وانا عارف ان بزاف ديال الناس بحالي محتاجينها دونك هنا كيتحل الدماغ ديالي ويلي علاش ما الدراري ما دايرينش هاد اللعيبه. يعني الا مشيتي حتى حطيتيني في الزيرو غادي نمشي غادي ندير هادوك الحوايج مثلا غير من الحوايج اللي انا كيبانوا لي دابا محتاجين مثلا لاندين بيج ديال لاندين بيج بروفيسيونيل. هذه واحد الحاجه اللي هي شويه قليله ما تلقاش مثلا هذه يكون غير نوض شي واحد ويدير مثلا غير كونت انستغرام كيطلع فيه لي لاندين بيج ويبدا يشرح هاد القضيه ويولي مشهور بلي لاندين بيج ماركتين يعني شي حاجه شي لاندين بيج كتبيع. هذه كاع الدراري ديال السعودي غيخدموا معاه. بالعكس انا كنعرف دراري كيخلصوا 300 دولار حتى 500 دولار على لاندين بيج اللي يقدر يقدها في 4 سوايع 5 سوايع الى عطاها فريمون الوقت وفهمتي يعني كان بيجن. راه ما ينفوا كتوصل واحد النيفو بروفيسيونيل في لاندين بيج كتولي عارف هذه خصها تكون في البارت الاولى باش تاتي لها طون هذه خصها تكون كذا باش تقنع هذه خصها تكون هنا باش كونفيرتي صافي كتولي عارف داك السيكونس كي داير كتولي عارف كيفاش خصها تجي دونك ايفيكتيفمون كتجي. المهم باش ندوز الخلاصه ديال القول يعني راه واحد اللي هو ديجا دار شي حاجه افونسا وزاد واخا نقولوا مثلا اكتويلمون راه عنده صفر درهم واحد اخر حتى هو اللي يلاه بادي عنده صفر درهم ولكن هذا راه ديك الاكسبيريونس ديالو داكشي اللي عاش وداكشي اللي دوز ماشي بحال واحد يلاه بادي. دونك انت حاول انك تعاشر مع دوك الناس واخا يكونوا حتى برا ديال الدومين ديالك. مثلا انت خدام اي كوميرس واحد اخر خدام مثلا ورا خدام الريسكين واحد اخر عاوتاني خدام شي يوتيوب ماركتين ولا شي حاجه اخرى تلاقيتو كتجلس معاهم راه غادي يفيدوك بزاف وهذاك الانتوراج هو اللي صالح لك. وانت كولد الويب غادي نعطيك نصيحه الاخرى، انت واحد بغيتي تدخل الويب حاول انك تطور راسك بالناس ديال الويب، لان الا خليتي راسك مع دوك صحابك القدام وعشرانك القدام واللي لا علاقه لا بالويب لا حتى شي حاجه راه غتبقى تسمع غير الحوايج وتبقى تشوف غير الحوايج اللي ما غايفيدوك بوالو. غتبقى تسمع هذا كيدفع كيقلب على خدمه الله يسهل عليه ولكن انت ما صالحالكش. هذا واحد في